السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ويا ريت ان انتوا قبل الفطار كده تدعوا ان ربنا يزيل الغمة عن البشرية جمعاء وعن شعب مصر الطيب، ويكفينا ويكفيكم شر فيروس كورونا ويمحي الغمة عن جميع البشرية. ان شاء الله النهاردة هندخل بقى في الفصل السادس والاخير، وده النهاية بتاعت دراسة الجدوى، وده معايير الربحية التجارية والقومية للمشروع الاستثماري. بس أنا هكتفي بمعايير الربحية التجارية القومية، اللي هي لأننا ديت هنتكلم فيها، وإحنا اتكلمنا فيها في البداية عن إن المشروع بيوفر إيه للدولة من توظف نقد أجنبي، وبالتالي إن ده المعايير الربحية القومية، يقلل من التلوث أو يزود من الآثار الخارجية الإيجابية، وده مش مجالنا دلوقتي لأن ده مفيش وقت. فإحنا النهاردة هنبدأ نركز على معايير الربحية التجارية. أول حاجة هناخدها معايير تقييم الربحية التجارية في ظل ظروف التأكد، يعني إن عندي الشركة بتكون متأكدة من اللي هيحصل. نمرة واحد، معايير التقييم غير المخصومة. غير مخصومة يعني ما بناخدش الزمن في الاعتبار، مش هنعدل التدفقات النقدية بالزمن، يعني الجنيه اللي هيجي لي النهاردة زي اللي هيجي لي بعد سنة زي اللي هيجي لي بعد 5 سنين، مفيش فرق بين الاثنين، وده معايير ناقصة بس احنا بتكون سهلة، وديت من ضمن المعايير اللي احنا بناخدها في الاعتبار. اول حاجة معيار فترة الاسترداد، وده عبارة عن الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد التكاليف الاستثمارية. وقلنا التكاليف الاستثمارية عبارة عن ايه؟ تكاليف الأصول الثابتة زائد رأس المال العامل. تكاليف الأصول الثابتة زائد رأس المال العامل، هنضيفهم الاثنين مع بعض هيديني التكاليف الاستثمارية. هنبدأ أول حالة، لو عندي تدفقات النقدية ثابتة. ثابتة يعني إيه؟ أو متساوية. يعني إيه؟ يعني السنة الأولانية زي الثانية زي الثالثة. يبقى فترة الاسترداد هتكون عبارة عن الاستثمار المبدئي أو التكاليف الاستثمارية مقسومة على التدفقات النقدية، التدفق بتاع السنة الأولانية أو أي سنة. على سبيل المثال لو عندي 800,000 جنيه، ده التكليف الاستثمارية، والتدفقات النقدية على 5 سنين كانت 250,000 جنيه كل سنة. عاوز فترة الاسترداد، وأعطيني فترة تحكمية، يعني الفترة اللي أنا هنبدأ نحكم عليها من قبول أو رفض المشروع 4 سنين. لو عندي زاد عن الفترة ديت يبقى فيها مشكلة، نرفض المشروع. لو قل عنها نقبل المشروع. يبقى أنا عندي فترة الاسترداد الاستثمار المبدأ والتكلفة الاستثمارية على التدفقات النقدية، يبقى 800 على 250 3.2 مبدئيا. يبقى ما دام أقل من الفترة التحكمية نقبل المشروع. طيب عندي 3.2، 3.2 يعني يعني إن أنا عندي 3 سنين وشهرين و12 يوم. لو عندي التدفقات النقدية غير متساوية، يبقى أنا هنبدأ نعمل حاجة تانية. لو عندي دلوقتي التدفقات النقدية غير متساوية، يبقى أنا هناخد متوسط للتدفقات النقدية ونقسم عليها الاستثمار المبدئي أو التكاليف الاستثمارية. لو عندي مشروع تكلفته 40,000 والتدفقات النقدية 10 12 8 11 14، نجمعهم كلهم ونقسمهم على 5 هيديني المتوسط بتاعهم. 55,000 على 5 يعني 11,000 جنيه. يبقى أنا عندي دلوقتي هنبدأ نقسم متوسط، هيطلع عندي 11، تكاليف الاستثمارية 40 على 11 هتطلع 3.54% من السنة، يعني 3 سنين وست شهور كذا يوم، 4 من 10 من 30، يعني بنتكلم في حوالي 12 يوم. يبقى 3 سنين وست شهور و12 يوم. لو طريقة التدفقات النقدية الجارية، التدفقات النقدية الجارية يعني ان انا عندي هنبدأ نقارن بين حاجتين، بين بديلين، ناخد مين فيهم؟ بس بناخد في الحالة ديت اللي عندنا الايه؟ الضرائب في الاعتبار.
عندي 3 بدائل، البديل الاول والبديل الثاني والبديل الثالث. البديل الاولاني عطيني تكاليف استثمارية 7000، تاني 5000، التالت 3000. واعطيني التدفقات النقدية للبديل الاول 1500، البديل الثاني 1200، البديل الثالث 1100. والضرائب اعطيها لي بنسبة كام؟ بنسبة 15%. يبقى انا هنبدأ نجيب كل واحد فيهم، واعطيني طبعا لازم ناخد معدل الاهلاك، معدل الاهلاك بتاعي. يبقى العائد السنوي الخاضع للضريبة هيكون عبارة عن العائد السنوي ناقص الاهلاك. يبقى العائد السنوي اللي هو عندنا، وده الانسان موجود في الكتاب، يبقى 1500 ناقص الاهلاك 1100 يبقى ده 400، والتاني 1200 ناقص 1000 يبقى 200، تالت 1100 ناقص 1000 يبقى 100. يبقى العائد السنوي اللي هيخضع للضريبة الصافي اللي هو هيبقى 400 و200 و100، الضريبة 15%، يبقى ده 60 30 15. يبقى العائد السنوي بعد الضريبة هيبقى 340 170 85. بنطرح نضيف عليه الإهلاك اللي هو 1100 و1000 و1000. يبقى العائد السنوي الصافي 1000، المشروع الأول 1440، المشروع الثاني 1170، المشروع الثالث 1085. فترة الاسترداد بقى هيكون الاستثمار المبدئي على صفحة التدفقات النقدية، يبقى 7000 على 1440 هتساوي كام؟ 4.86% من السنة. الثاني 5000 على 1170 يبقى 4.27%. المشروع الثالث 3000 على 1085 2.76%. أقل واحد المشروع الثالث، اللي بعده المشروع الثاني، اللي بعده المشروع الأول. يبقى أنا في الحالة ديت نقبل المشروع الثالث، ولو معايا فلوس أكتر نبدأ ناخد المشروع الثاني، لو اتبقى ناخد المشروع الثالث. معيار معدل العائد المحاسبي، وده عبارة عن النسبة المئوية بين متوسط العائد السنوي إلى متوسط التكاليف الاستثمارية. يبقى معدل العائد المحاسبي الدخل السنوي على التكلفة الاستثمارية ونضرب في 100. ومثال يقول لي لو التكلفة الاستثمارية 240 والتدفقات النقدية على 5 سنين 60 95 135 150 100. عاوز معدل العائد المحاسبي، ولو كان عندي معدل العائد الأمثل يساوي 30%، إيه اللي هيكون القرار بتاعي؟ هل نقبل ولا نرفض المشروع؟ في الحالة دي هنبدأ نجيب التدفقات النقدية اللي هتتراكم، يعني نجمعها السنة الأولانية والتانية والتالتة والرابعة والخامسة، هيطلع مجموعهم 540,000. يبقى معدل العائد المحاسبي متوسط الدخل السنوي على التكلفة الاستثمارية. لو عندي ده 540,000 على 5 هتساوي 108,000، ده هو المتوسط الدخل السنوي. يعني بناخد المتوسط الدخل السنوي، لان انا قلت معدل العائد المحاسبي متوسط الدخل السنوي على التكلفه الاستثماريه. يبقى انا عندي 540,000 هنقسمها على 5 عشان نجيب نصيب السنه الواحده، هيطلع 108,000. ال 108 هنقسمها على 240 هيطلع عندي 45%. 45%. طيب ما دام عندي 45%، يبقى عندي في الحاله ديت اللي انا بنقارن بيه، يعني لو انا بنحط الفلوس ديت في اي مشروع تاني بتديني 30%. طب المشروع ده هيديني 45%، لا يبقى نقبل ده، يبقى نقبل المشروع في الحاله دي. ولو عندي في مثال تاني، عندي 3 بدائل وعاوز نختار بينهم، الاولاني بيدي على 4 سنين والتاني على 5 والتالت على 6، عاوز معدل العائد المحاسبي ولكل بديل وايه البديل الافضل. طبعا هنبدا ناخدهم، بس ده لو حصل عندي فيه ايه؟ قيمه متبقيه في نهايه المشروع، يعني المشروع اللي انا بنستثمره فيه قيمه متبقيه منه. يبقى عندي متوسط العائد السنوي ده مجموع التدفقات النقدية على عدد السنوات،
يبقى عندي هيطلع في المشروع الأولاني 5000، 2400، 3000. متوسط التكلفة الاستثمارية زائد القيمة المتبقية على 2، نجمع هيطلع عندي المشروع الأولاني 11، الثاني 14500، الثالث 18. معدل العائد هيكون متوسط العائد على متوسط التكلفة، يبقى 5000 على 11 هتطلع 45، 45%. تاني 2400 على 14500، 16 و55%. التالت عندي 3000 على 1800، 33 على 18، 33.3%. يبقى المشروع الأولاني هو أفضل واحد، وبعدين التالت، وبعدين التاني. دليل الربحية غير المخصومة. دليل الربحية غير المخصومة التدفقات النقدية الداخلة على التدفقات النقدية الخارجة. البديل، أعطيني مثال بديلين 28، 30، 40، 40. ده 8، 50، 42، 30. والتكاليف الاستثمارية للاثنين 100,000 جنيه. عاوز نشوف دليل الربحية لكل واحد منهم وأي البديلين أفضل. يبقى هنجيب التراكمات للأولاني والتراكمات للتاني، وهنبدأ إن أنا نقسم تراكم على التكلفة الاستثمارية للمشروعين. طبعا عندي مدام بنقسم نسب سواء في ده أو في الأولاني، بناخد بيكون عندي الاحتمال يا إما أكبر أو يساوي أو أقل من الواحد. أكبر يبقى بيحقق ربح، يساوي يبقى ده المعيار، ده أقل مستوى نقبله، أقل يبقى هنرفض لأن يعتبر بنحقق خسارة. الأولاني بيحقق 1.38%، التاني بيحقق 1.3%. 1.38% معناها إيه؟ يعني إن أنا عندي كل جنيه بنصرفه يعتبر بيحقق لي مكسب 38 قرش، مكسب 38 قرش. في الثاني بيديني مكسب 30 قرش على كل جنيه، او كل 1000 جنيه هيديني 380 جنيه، هنا هيديني 300 جنيه. طبعا يبقى المشروع الاولاني هو او البديل الاول هو الافضل، او يجي في المرتبة الاولانية، والبديل الثاني يجي في المرتبة الثانية. معايير التقييم المخصومة، يعني بناخد عندي الزمن في الاعتبار، لان الجنيه اللي هيجي لي النهارده غير الجنيه افضل من الجنيه اللي هيجي لي بعد اسبوع، غير افضل من الجنيه اللي هيجي لي بعد سنه. لو انا بناخد في الاعتبار معدلات التضخم، اول معيار هناخده صافي القيمه الحاليه، يعني بنقول المبالغ اللي هتجي لي في السنوات اللي جايه النهارده تساوي كام، يبقى صافي القيمه الحاليه، القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الداخله ناقص القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الخارجه. يعني ان انا بنقول القيمه الحاليه للتدفقات النقديه اللي هتجيلي على السنين كلها ناقص التكلفه الاستثماريه، لان دي التكلفه المبدئيه. وناخد مثال بسيط جدا، عندي بديلين 28 و30، 40، 40، 2000، 8، 50، 42، 30، 7000، ومعدل الخصم 7%. بيقول لي احسب صافي القيمه الحاليه لكل بديل وايه الافضل. طبعا في السنه الاولانيه هيبقى عندي صافي القيمة الحالية summation أو مجموع N لما تيجي تساوي 1 CIT اللي هي التدفقات النقدية للسنوات من السنة الأولانية لحد السنة T، على 1 زائد K اللي هو معدل الخصم أس T، ناقص C0 اللي هي التكلفة الاستثمارية. يبقى عندي في السنة الأولانية، شوف المبلغ كام، على 1.7%، زائد السنة الثانية على 1.7% تربيع، السنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة، مجموعهم كلهم نطرح منه الاستثمار المبدئي اللي هو 100,000 أو 10,000 أو أيا كان، هيطلع عندي 6,954. بالنسبة للمشروع الثاني بنفس الطريقة هيطلع عندي 5,462. يبقى المشروع الأولاني هو الأفضل. المشروع الأولاني هو الإيه؟ هو الأفضل.
معيار دليل الربحية هو نسبة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة على التدفقات النقدية الخارجة، وعطيني مشروعين وعطيني معدل الخصم 14%. التدفقات النقدية في ال5 سنين الأولاني طلع عندي 50,615، التاني طلع 133,680. يبقى هنقسم ده على الاستثمار المبدئي بتاعه، لأن الاستثمار المبدئي بتاع كل واحد فيهم مختلف عن التاني. يبقى 50,615 على 100 هتطلع 50% تقريبا، أو 50.6%. التاني 133,680 على 130 هتطلع 1.2%، يبقى البديل التاني هو الأفضل. معدل العائد الداخلي اللي هو الIRR، وده معدل الخصم اللي يجعل القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مساوية القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة، أو الاستثمار المبدئي، أو التكاليف الاستثمارية. وده أهم حاجة، لأنه بيعتمد على طريقة التجربة والخطأ. ما ينفعش إن أنا أقول معدل خصم كذا، لا، ده بتعتمد على التجربة والخطأ. وأعطيني لو في عندي تكاليف مثال، وإن شاء الله المحاضرة اللي جاية، حتى لو هتبقى المحاضرة اللي جاية آخرها الأربع، هنزل لكم محاضرة الأربع كمثال على معايير الربحية التجارية، لأن ده هيبقى مثال وتمرين مهم جدا. عندي مشروع استثماري التكاليف بتاعته 100,000 جنيه، ومعدل التكلفة الأموال يعني لو أنا بناخد قرض ب14%، والتدفقات النقدية اللي جاية للسنة الأولانية 20-40-30-40-20، وعاوز معدل العائد الداخلي IRR. يبقى هنحسب صافي القيمة الحالية عند كذا معدل. هنا عاملها عند 10، بناخد واحد أقل واحد أعلى. واحد أقل وواحد أعلى من اللي هو عطيهولي ال14. طيب لو لقيتهم مش فيهم، ناخد واحد كمان أعلى. وعندنا طلع صافي القيمة الحالية في الأولاني 3,490، ده بعيد قوي. الثاني طلع 200، صغير قوي. الثالث اللي هو عند ال20 10,890. طيب يبقى انا عشان نبدا عندي، يبقى انا هنستبعد ال10، هنشتغل عند ال15% وال20%. يبقى معدل العائد الداخلي هيساوي الحد الادنى لمعدل الخصم اللي هو عند ال15 زائد الفروق بين معدلات الخصم اللي انا مختارها، وانا هنا عملتهم عند 15 و20، يبقى 5% مضروبة في صافي القيمة الحالية عند معدل الخصم المنخفض على مجموع صافي القيمة الحالية للاثنين. يبقى 15 زائد 5 مضروبة في 200 على 200 زائد 10,890، هيطلع 15.9%. يبقى معدل العائد الداخلي أعلى من تكلفة الأموال، يبقى عندي ده نقبل المشروع. وده معدل الخصم أو معدل العائد الداخلي اللي يخلي عندي المشروع يسترد أمواله في خلال ال5 سنوات. طبعا ده بالنسبة للي احنا قلناه عن المعايير اللي احنا هنشتغل عليها. ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هندي لكم تمرين كامل عن ازاي نحسب المعايير دي كلها، بس هنرجع لايه؟ للمثال اللي احنا خدناه قبل كده. المثال اللي احنا واخدينه قبل كده هنبدا نكمل عليه، نجيب مع انه المعايير التجاريه ان شاء الله. طبعا عندي كل معدل او كل نسبه احنا خدناها في عندي ليها عيوب ومميزات، عيوب ومميزات، سواء المعايير المخصومه او المعايير غير المخصومه، وديت موجودة في الكتاب ومهمة جدا، هيجي لكم عليها سؤال في الامتحان. على سبيل المثال اذكر عيوب ومميزات معدل العائد الداخلي، عيوب ومميزات فترة الاسترداد،
عيوب ومميزات، معدل العائد المحاسبي، وهكذا. ودول ترجعوا للكتاب فيها ان شاء الله يا شباب. المحاضرة اللي جاية هنجهز لكم تمرين، يكون التمرين اللي احنا واخدينه وجبنا منه التكلفة الاستثمارية هنبدأ نضيف له عوائد لسنوات، وبعدين نبدأ نجيب منه المعايير بتاعة الربحية التجارية اللي احنا اشتغلنا عليها النهاردة. وشكرا، كل سنة وانتم طيبين مرة تانية، ونشوفكم على خير بعد ما ينتهي فيروس كورونا عن شعب مصر الطيب الكريم. السلام عليكم.